وفي عناوينها: ضبط 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء في حملة أمنية اليوم. أيام مفتوحة للتعريف بفضاءة المسبح البلدي بالبلفيدير الأسبوع المقبل، وتحديد سعر الحصة الواحدة للسباحة بأربعة دنانير. وفي الشرق الأوسط، تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع تصعيد الاحتلال الصهيوني جرائمه في شمالي القطاع. مؤتمر دولي لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة النازحين الإنسانية. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى نشرة الظهر من الإذاعة الوطنية التونسية. أسفرت عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها وحدة أمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين فجر اليوم ضد مروجي المخدرات، عن ضبط 205 عناصر خطيرة وحجز كمية متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء. العميد عماد ممشى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني يوضح: ثم خدمة كبيرة برشا على مدة أسبوعين، هي تحضير الأهداف من مروجي مخدرات، من عناصر مفتش عنها خطيرة، كذلك أي إنسان منخرط في أي نوع من الفساد. الحمد لله تم إيقاف 205 عنصر خطير منفتش عنهم بقضايا متعددة، وصارت العملية على أربع الأقاليم من تونس الكبرى بدون اعتبار لا لمراجع النظر. حرس وطني وأمن وطني خدمنا في تماهي بالتنسيق مع النيابة العمومية، وكانت النتائج متميزة. في سياق آخر، أكد مدير المسبح البلدي بالبلفيدير سفيان بالعيد أن المسبح يضم العديد من المرافق المجهزة والفضاءات التي يمكن أن تحتضن العديد من التظاهرات سواء خاصة أو ثقافية أو تربوية، إضافة إلى ملعب تنس ومسبح للأطفال ومشرب، ويتوسط ساحة خضراء تقدر ب 2700 متر مربع. أشار في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم استغلال المسبح من شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر، على أن يتم لاحقا استغلاله على امتداد عام كامل. في المستقبل القريب شوالي المسبح يستغل 12 شهر عام كامل في مسبح أطفال، معناتها جميع الشرائح ينجموا يشرفونا ويتمتعوا بالمسبح هذا من 5 سنين. أما فيه معناتها شروط المرافقة: العمق متاع بيسين أطفال 0.5 متر، العمق متاع بيسين الكهول يمشي من 0.9 إلى 2.1 متر، حجولات الملابس معناتها مجهزة بتجهيزات مع حديثة ومطابقة للمواصفات، وحتى في اقتصاد الماء معناتها تقتصد في الماء. فما مسلك مخصص ذوي الاحتياجات الخصوصية، عندنا فضاء ترفيهي اللي هو مشرب، عندنا راو 2000 فيه المسبح 2700 متر مربع مساحات خضراء، المسبح زاد مجهز بملعب تنس، ذلك فيه جرادان 700 متر مجهز باش يكون يستقبل عقود القران، معناتها تسكي ديزيفينمون سواء كانت ثقافية أو شعرية أو مسرحية، نجم نقولوا نادي متكامل ينجم الإنسان يجي يتمتع به. وأضاف مدير المسبح البلدي بالبلفيدير سفيان بالعيد بأنه مبدئيا تم تحديد سعر الحصة الواحدة للسباحة بأربعة دنانير، واضحا أن الحصة تمتد على 3 ساعات إضافة إلى اعتماد نظام الاشتراكات. وأشار إلى أن إدارة المسبح ستنظم خلال العطلة القادمة أياما مفتوحة للعموم للتعريف بالفضاء وبخدمته للمواطنين. باش نقوم ونحن توا جايتنا عطلة كما تعرف، باش نعملوا أبواب مفتوحة للعموم، دونك نصور في العطلة باش تكون حافلة لنا، عنا نعمل أنيماسيون باش نعرفوا بالفضاء، ناس نجم تزور بالطبيعة بالنظام، هذايا مكسب للعاصمة ومكسب التونسيين، معناتها نحافظوا عليه، هذايا نعمل على الوعي تاع الزوار والوعي تاع الناس اللي باش يجي يستغل المسبح. السباحة الحقيقة مشينا في ساعة بأربع دينارات، لكن بما أنه هو مش مسبح رياضي، مسبح ترفيهي، الحصة باش تكون 3 سوايع، معناتها الحصة باش تكون 15 دينار، فما ديزابونمون، فما معناتها جمعيات ينجموا جمعيات هنا مع ياخذوا على ذمتهم وقت معين وهما يستقبلوا الرياضيين نتاعهم. وفي سياق متصل، أعلنت بلدية تونس اليوم أن المسبح البلدي بالبلفيدير سيستأنف نشاطه لتنظيم العروض ذات الصبغة الثقافية وإبرام عقود القران واستغلال ملعب التنس،
بداية من 1 نوفمبر القادم. ودعت البلدية في بلاغ لها الراغبين في استغلال هذا الفضاء إلى إيداع مطالبهم مباشرة بمكتب الضبط المركزي بقصر البلدية أو عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان الآتي: قصر بلدية تونس، شارع 2 مارس 1934، القصبة، تونس. ينظم معهد صالح عزيز بتونس في 26 من الشهر الجاري يوما للتقصي عن مرض سرطان الثدي بصفة مجانية مع حملة تحسيسية وتوعوية على طول العام للتقصي حول هذا المرض. مجموعة من الأطباء تتحدث عن أهمية التقصي المبكر للقضاء على المرض نهائيا. دكتورة إيمان يدعس زلا، مختصة في الطب النووي في معهد صالح عزيز. ما عادش نحكيو سرطان الثدي، مي مرض الثدي على خاطر كان اكتشفوه في توقيت مبكر يمكن نعالجوه حاجة وتتنحى من البال. حتى الرجل 1% عند الرجال ونفس الحاجات لازم هو زادة يتفقد روحه. دكتورة إيناس بن حسن زكراوي، مختصة في تصوير الثدي. نعمل التقصي في التنظيم العائلي بأريانا، فيه قاعة لتصوير الثدي بصفة مجانية عام كامل. احنا من سن 20 سنة نختاروا نهار بالطرق اللي قاعدين نعلموا فيهم نقوموا بالفحص الذاتي نتاع الثدي. لقينا حاجة مش بالضرورة انها سرطان ثدي، نجم تكون كيست مائي، كيست ليفي. نتواجهوا القابلة ولا طبيب يوجهنا نعملوا صور. الحمد لله اللي فما الماموليكو اللي هي في تونس من سن 40 حتى لسن 74 سنة كل عامين. دكتورة خديجة مدب، مختصة في طب الأورام، أستاذة مبرزة معهد صالح عزيز. لازم يكون التقصي على عام كامل. أنا فما عيادات مفتوحة في برشا بلايص، في المستوصفات، في تنظيم العائلة، في السبيطارات. مثلا احنا في معهد صالح عزيز عندنا اليوم التحسيسي وعندنا دي كونسلتاسيون غراتويت، نهار مخصص للتقصي اللي هو باش يكون ان شاء الله يوم 26 اكتوبر. تم لأول مرة تكوين 18 مهندسا استشفائيا من 8 دول أفريقية في مجال توظيف التكنولوجيا في صيانة المعدات الطبية بقاعات العمليات الجراحية والإنعاش، وذلك وفق ما أفاد به مدير المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس الهادي الطرابلسي. بعد ارتكاب 8 اللي جرت في تونس في 2022 تم اعلان تونس منصه اساسيه للتكوين في هذا المجال، وطبرت تونس هي الاعلى في المجال العلمي والتكنولوجي بالنسبه لافريقيا. تم اختيار معهد العالي للتكنولوجيات الطبيه حتى يكون مركزا مشعا للتكوين في مجال التصرف وصيانه المعدات الطبيه في المستشفيات في افريقيا. وبدانا الدوره الاولى وقد شارك في هذه الدوله 10 دول من افريقيا ب 18 مشارك، وتم تكوين على أعلى مستوى. ووصلنا هذه السنة الدورة الثانية حول معدات قاعات العمليات، تم تكوين مكونين 8 دول أفريقية. الحصيل الآن 36 مكون من أفريقيا تم تكوينهم في المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بالتعاون مع جامعة تونس المنار ومع مدينة العلوم بتونس. تحتضن مدينة الثقافة شاذلي الإقليمي يومي 26 و 27 من أكتوبر الحالي تظاهرة فورسا ستريت، ينظمها مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج. تظاهرة تهدف إلى تقريب فرص العمل للشباب الراغبين في البحث عن شغل في السوق الألمانية وتوعيتهم بطرق الهجرة القانونية إلى ألمانيا. مديرة المركز فاطمة خلف والتفاصيل. فرصة ستريت هدف نتاعو هو التوعية والإعلام على فرص الشغل والتكوين في تونس لكن في الخارج زادا. وسنة الإضافة اللي باش تكون في فرصة ستريت هي أكثر معلومات على سوق الشغل الألمانية فيما يخص العمل فيما يخص التكوين زادا. باش يكونوا حاضرين معنا طيلة نهارين شركاء من المؤسسات الألمانية المختصة اللي تنجم تقدم المعلومات فيما يهم سوق الشغل الألمانية، التكوين، اللغة، باش يجاوبوا على تساؤلات المهتمين بسوق الشغل الألمانية. ففرصة ستريت هو كما اسمه يقول، معناتها هو تقريب الفرص من الشاب التونسي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي غزة، وصل كيان صهيوني حصاره المشدد منذ 20 يوما على جباليا وبيت لهيا وبيت حانون شمالي القطاع، مما يفاقم كارثة المجاعة والعطش.
وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 29 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 23 منهم وسط وجنوبي القطاع، أين استهدف القصف الصهيوني مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وخياما للنازحين في جباليا. هذا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصاب خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي الأثناء قالت كتائب القسام إنها نفذت عملية نوعية ضد مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود. وفي لبنان غارة إسرائيلية مكثفة شهدتها مختلف المناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة لبنان، بالتوازي مع تواصل قصف حزب الله لعدة مستوطنات ومواقع في شمال فلسطين المحتلة. تطورات إذن ترافقت اليوم مع عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان يهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يعيشها النازحون اللبنانيون جراء العدوان الإسرائيلي. التفاصيل والملف اللبناني في التقرير التالي مع نعيمة سولية. أعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل 3 من عناصره جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم رفقة الصليب الأحمر بإجلاء الجرحى في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان. وتواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت وعدة بلدات في الجنوب اللبناني منها عيت الشعب وكفركلة، فضلا عن الخيام وسور. القصف الإسرائيلي تزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين حزب الله وجنود الاحتلال الإسرائيلي في عيت الشعب. في المقابل قصف حزب الله عدة مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، حيث دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي والأعلى ونهاريا. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي للتحرك من أجل إبرام وقف لإطلاق النار في بلاده. وشدد في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي انطلقت أشغاله اليوم في باريس على ضرورة دعم الجهود وفرض وقف فوري لإطلاق النار. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد خلال المؤتمر بتقديم 100 مليون يورو كمساعدة عاجلة للبنان، محذرا من خطر الانزلاق نحو حرب أهلية جديدة. وشدد الرئيس الفرنسي على التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني، مشددا على ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عام 2000 والذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية. ألمانيا تعهدت من جهتها بتقديم 96 مليون يورو للمساعدة في التعامل مع الأزمة في لبنان. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش فأكد في كلمته إلى المؤتمر على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، داعيا قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات. المؤتمر الذي تغيب عنه الولايات المتحدة وتشارك فيه عدة دول ومنظمات عالمية يسعى لجمع 400 مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة للبنان ودعم قواته الأمنية والدفع نحو وقف إطلاق النار. في مثل هذا اليوم سنة 1945 ظهرت للوجود منظمة الأمم المتحدة التي تواجه اليوم عجزا واضحا عن وقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وجنوب لبنان وتطبيق الشرعية الدولية في نطاق ميثاق الأمم المتحدة ورسالة إنسانية تأسست من أجلها. تقرير ناجيب جنات. 79 عاما تمر اليوم على انطلاق عمل منظمة الأمم المتحدة بشكل رسمي بعد 4 أشهر من انتهاء مؤتمر سان فرانسيسكو الذي شهد صياغة ميثاقها. مسار تاريخي طويل شهدت فيه المنظمة أزمات إقليمية ودولية ومنعرجات دقيقة، أخطرها ما يواجهه الشرق الأوسط اليوم من حرب إبادة صهيونية في قطاع غزة وجنوب لبنان، وهو ما يضع ميثاق المنتظم الأممي على محك الاختبار الأخطر في تاريخه في ظل عجز واضح عن تطبيق الشرعية الدولية التي ظلت حبرا على طاولة اجتماعات مؤسساته الكبرى الجمعية العامة ومجلس الأمن.
عجز له أسبابه ودلالاته وفق الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس. ميثاق الأمم المتحدة لم يعد يتناسب مع الأوضاع الحالية في العالم. التركيبة الدولية والفلسفة السياسية لبعض الدول في منظمة الأمم المتحدة وخاصة منها الخمسة دول القارة العضوية في مجلس الأمن تحولت. أحد الأعضاء وهو الولايات المتحدة يضع الفيتو لعجز منظمة الأمم المتحدة. إزاء الوضع المتدهور الخطير في فلسطين ولبنان تعالت أصوات ودعوات في العالم من أجل مراجعة جذرية لميثاق الأمم المتحدة تفعيلا لدورها ورسالتها في بؤر التوتر والصراعات والحروب حماية للإنسان ودفاعا عن الأمن والشرعية والسلم. نقطة وختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. ضبط 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء في حملة أمنية اليوم. أيام مفتوحة للتعريف بفضاءات المسبح البلدي بالبلفيدير الأسبوع المقبل وتحديد سعر الحصة الواحدة للسباحة بأربعة دنانير. وفي الشرق الأوسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع تصعيد الاحتلال الصهيوني جرائمه في شمال القطاع. مؤتمر دولي لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة النازحين الإنسانية. إلى اللقاء.